احكولي عن مشقة الحياة كعزاب مغتربين، سواء بقى كنتوا بتقسموا الشغل ازاي، مين بيطبخ مين بينظف مين، يعني اكيد الحياة ما كانتش سهلة. ده انا اللي هقول. قول 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 قول. ده الناي دخل. حياة العزاب، حياة العزاب، يا عيني من حياة العزاب، لا لقمة نظيفة ولا هدمة نظيفة ولا حاجة نظيفة. جيت عالجرح يا صاحبي، أنا لسه عازب وانت اتجوزت يا اخويا. مين كان بيطبخ؟ مين كان بيطبخ؟ والله انا كنت بطبخ بطاطس بالفرن دايما، واكل زاهد من فراخ امي. مين بيغسل المواعين؟ عمره ما غسل طبق، كان بس يملى الميه، كان بس يملى الميه ويضحك عليا. كنت بملى الميه بس، وكنت بستنى بالساعات عشان يطلع صينية البطاطس. كنا بنقعد اليوم كله مستنيين الصينية تطلع من الفرن. كانت تطلع حلوة ولا مش حلوة؟ بصراحة، بكل صراحة، كانت جميلة قوي.